ايه الاخبار وايه الصفقات مع واحد من انجح وكلاء اللعيبه اللي موجودين في مصر واللي انا بعتبرهم هو اشطرهم، نادر شوقي. ازيك يا نادر، اخبارك ايه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ شفت على المقدمه الجامده دي؟ لا طبعا يعني ده حقك، وانت دايما معروف بشغلك مع رمضان، مش بس مع رمضان، مع اي حد انت بتكون وكيله، ورمضان صبحي، محمد محمود، او حتى عماد متعب، او حتى حسام غالي، فانت واحد من اكفأ وكلاء اللعيبه وبتنفذها زي ما الكتاب بيقول. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. عايزين نعرف بقى ايه ربنا يخليك. طبعا عايز اعرف منك ايه اخر اخبار رمضان صبحي، والصفقه خلاص فعلا انتهت والنادي الاهلي اعلن، بس عايز اعرف منك الكواليس وليه الاعلان اتاخر. الكواليس يعني هو كويس ان هم اعلنوا النهارده، وده اللي كان متوقع ان هم اعلنوا يوم الجمعه النهارده. هم كان ليهم تظبيطات معينه ورغبه معينه ان هم اللي يعلنوها، ودي احنا احترمناها. واعتقد امبارح انا طلعت برضه قلت ان ما ينفعش ان احنا نطلع نقول حاجه غير ان هم يطلعوا. هما الحمد لله علينا النهارده. الموضوع ما كانش سهل خالص، كان صعب واخد شويه وقت، بس الحمد لله رب العالمين. يعني برضه حاليا كل الاطراف مرتاحه، يعني صفقات ترضي جميع الاطراف زي ما بيقولوا. يعني الناس اتكلمت وقالت ان الصفقه 6 شهور اعاره لكن ممكن تتمد لمده موسم، هل ده من ضمن الخيارات او الاوبشنز اللي موجوده في العقد او في البنود؟ طب بيكون برغبه مين؟ هل برغبه رمضان ولا برغبه النادي الاهلي؟ الطرفين رغبه الطرفين، النادي الاهلي وهضبه السيتي. شايف ازاي يا نادر انتقال رمضان صبحي للنادي الاهلي ازاي ممكن يفيد النادي الاهلي وازاي ممكن يفيد رمضان وايضا نادي هادرسفيلد تاون؟ ناخدها واحده واحده. يفيد تمام. رمضان ازاي؟ الاول لعيب اللي هو بقى انا بمثله، يفيد رمضان ازاي؟ ان هو حابب ان هو يجي ويخدم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، بالذات ان قصه البطوله الافريقيه جايه في وقت يسمح ان هو يقدر يلعبها كلها، تمام مظبوط. 12 ولا شهر واحد لغايه شهر اخر 5 ابتدائي او اول 6. تمام. فدي استفاده ان هو عايز يحط تايتل او يحط لقب ان شاء الله يحصده مع النادي الاهلي في تاريخه، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا. وتاني حاجه، طول الدوري السنه دي صعبه شويه، فاعتقد ان رمضان ممكن يساهم جزء مع اللعيبه الثانيه في الحصول على الدوري المصري ان شاء الله كالعاده. و بوابه لرمضان ان هو يدخل منتخب ثاني بعد ما تم استبعاده. فدي 3 حاجات لرمضان مهمه جدا. بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي عايز شخصيه زي رمضان، عارف الدنيا ماشيه ازاي في النادي الاهلي، عنده الروح بتاعت اللاعبين شويه. فاعتقد ان هي بقولها كده، ما كانش الاهلي ساعه ان هو ينهي الصفقه بتاعت رمضان، بالعكس يعني انا شايف ان النادي الاهلي تعبنا كتير في القصه دي جدا يعني. طيب طبعا هادلفيلد بالظبط كده، دي مهمه برضو جدا. هادلفيلد بالنسبه له طبعا هم ما كانوش فاهمين ليه واحد عنده 21 سنه يحب يرجع بلده تاني وهو بيتمرن مع فريق في البريمير ليج، وفي زيه او في غيره كتير يتمنوا يكونوا موجودين في النادي او في البريمير ليج. فاحنا شرحنا لهم وجهه نظر اللي انا يعني شرحتها لحضرتك بالظبط من وجهه نظر رمضان وجهه نظر النادي الاهلي. ايه الاستفاده بتاعت هادلفيلد؟ استفاده ماديه الى حد ما، وزائد برضه قصه المنتخب، لان برضه سعره بيعلى لما يروح منتخب وكاس الامم الافريقيه، دي بتخلي برضه الويندو بالنسبه لهم لو لا قدر الله نزلوا الدرجه الثانيه يعرفوا يبقوا كويس. طب انا هسالك سؤال ليه شقين، اول شق هو شق فني. هل انت شايف ايه الاسباب اللي كان رمضان صبحي مش بيشارك فيها مع فريق هادرسفيلد؟ ايه الاسباب مع هادرسفيلد؟ والحاجه الثانيه، لو هادرسفيلد نزل لدوري الدرجه الثانيه، ايه موقف رمضان؟ لا اقدر اجاوب الاولانيه، الثانيه ما هنسبق الاحداث فيها والكلام فيها دلوقتي. فاخد الاولانيه ان زي ما الراجل اللي طلع النهارده باجنا اللي هو المدير الفني بتاعهم قال ان هو رمضان جاله اصابه وطولت معاه شويه، وعقبال ما هو تعافى كان زملائه ابتدوا ياخدوا المكان بتاعه، ده الكلام على لسانه هو. وهو كان لسه قدامه شويه عقبال ما يبتدي ماتشات، زائد ان هو غير الخطه من 4-2-3-1 ل 3-5-2، 3-5-2 ما تحسبش رمضان ان هو يبتدي، هو ممكن ينزل صد. فدي كانت برضه مربط الفرس في كلامنا لما طلعت يوم 14. فدي اللي سهلت برضه المعمارية شوية، ان هو بيتعب بخطة ما تنسبش رمضان دلوقتي، لازم يطلع. هل شايف رمضان ان هو ان شاء الله يعني هيخش في الاجواء سريعا ويبدا مع النادي الاهلي في اول مباراة ليه بعد التأييد، ومش هيحتاج لوقت علشان يرجع لمستواه تاني، ولا رمضان الفترة الأخيرة كان بيتمرن جامد جدا ومستعد لشهر يناير في أي حال من الأحوال؟ وهل كان عنده بعض العروض اللي كانت موجودة مع عرض النادي الأهلي في فترة الشتاء؟ كون رمضان جاهز لا يعني بنسبة كبيرة أكيد جاهز طبعا، إن هو بيتمرن كل يوم هناك، فمفيش حاجة تمنع إن هو يكون جاهز. بيته الفانلة الحمراء لايقة عليه، فما أعتقدش إن في أي حاجة تمنع إن هو يتألق إن شاء الله مع النادي الأهلي.
كذا عرض. طبعا لما الناس بتبتدي تسمع ان في باب الاعاره ابتدى يتفتح، طبعا كذا وكيل كلمني وكذا نادي كلمني على رمضان ان هو يستعيره، سواء كان في الشامبيون شيب او في بلجيكا او في اسبانيا، ولكن لسه بنود اسمها الرحمن الرحيم. يعني اعتقد ان احنا صفقه في وقت كويس قوي طبعا عشان ما يكونش فيه منافس للنادي الاهلي على الترابيزه. دي برضه حاجه خدمتنا ان احنا ابتدينا بدري قوي. مظبوط. طيب عايز اسالك، دي برضه كانت بلاند، يعني دي كانت برضه. الو ايوه طبعا. انا عايز اسالك كده على موضوع محمد محمود، وانا عارف ان انت طبعا كان ليك دور اكيد في انهاء الصفقه، لكن عايز اسالك ليه محمد محمود او انت فضلت الانتقال للاهلي على عروض هوفنهايم واياكس زي ما اللاعب صرح وقال في طبعا اخر لقاءاته التلفزيونيه والصحفيه الاخيره؟ بص، محمد محمود كانت صفقه المفروض ان النادي الاهلي فضل وحسام كانوا بيتكلموا عليها من شهر 10 اللي فات. تمام. واحنا بنتكلم ذكرنا موضوع رمضان، هما الاثنين اصلا الاثنين اتطرحوا في نفس القعده. كويس. ان احنا خلصناهم ده اخذ وقت وده اخذ وقت، لكن محمد محمود انا قبل الموسم ابتدي او في نص الموسم او اول شهر قلت ان ده عبد الله السعيد الجديد، لان هو كورته عاليه قوي على سنه وشخصيته عاليه قوي على يعني مش هقدر اقول مش اقل من نادي وادي دجله، بس شخصيته كبير في نادي كبير. كويس. مع احترامي لوادي دجله. محمد محمود محتاج انه يلعب في مصر سنتين ثلاثه اربعه، فاهم؟ وبعد كده يطلع لسه صغير. فما اعتقدش احنا مش مستحيل محمد محمود، بالعكس. وفي كل حاله وليها الطريقه بتاعتها، لكن محمد محمود يناسب جدا النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني هخرج معاك او هخرج بيك لمباراه اعتزال عماد متعب، وعايز اعرف ايه اخر الاخبار، وهل تم تحديد الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في مباراه اعتزال عماد متعب ولا لسه؟ مستنيين حد من الكبار يطلع من نادي الشامبيونز ليج، مش عارفين احنا الناس كلها موجوده اللي احنا بنتفاوض معاها كلها موجوده، فالمواعيد كلها ضربه خالص. يعني حتى مش عارفين ننتهز الوقت اللي ما بين شهر ديسمبر وشهر فبراير، ما نعرفش نخطف فريق كده يلعب ضد النادي الاهلي في مباراه قويه. مش عارفين لسه، لازم كل يمشي زي بعض، لازم الاهلي يكون فاضي والنادي الثاني يكون فاضي. يعني برضه خلي بالك ان في منظم للماتش، يعني في واحد اصلا غادي منظم الماتش، جهه منظمه فهي اللي تقول امتى وازاي والساعه كام. طب هسالك السؤال بطريقه ثانيه، ايه الانديه اللي انتوا فوضتوهم؟ الانديه اللي موجوده في الشامبيونز ليج اللي هي الجامده اللي هي ليها جماهير وليها. طب بلاش تقول اسامي، قول لي بلاد، يعني من انجلترا ولا اسبانيا ولا ايطاليا؟ انجلترا. انجلترا. وانت جبت كله خلاص، انت عايز مني ما هم اقوى ثلاث دوريات. بالظبط كده، هم الثلاثه. هم الاسامي الكبار في الاماكن. طيب اخيرا تجربتك مع نادي الجون اخبارها ايه؟ كويس كويس الحمد لله. لسه الدوري بدري، ولسه الدوري السنه دي شرس جدا. يعني انا بحسد او يعني زعلان. عايز اسالك كمان على عايز اسالك على موضوع مهم جدا يا نادر، موضوع ان انت طبعا حسام مخط... غالي طبعا لا 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 خالص، انا عايز اسالك على طبعا حسام غالي طبعا على دماغنا وكابتن النادي الاهلي، واكيد طبعا وجوده في نادي الجونه اكيد هيضيف كتير لنادي الجونه، لكن عايز اسالك كمان على حاجه تانية اهم، موضوع مخطط الاحمال اللي انت تعاقدت معاه دايركت وكان موجود في نادي الجونه، هو مخطط احمال انجليزي. هل انت شايف ان الكوره فعلا مبنيه على ان لازم يكون مخطط احمال صح علشان الفريق يعرف يقف على رجليه وبالتالي يعرف يأدي بشكل كويس في الدوري؟ طبعا 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 طبعا، ده الف به. يعني انت كنت خلي بالك ان الجونه كان مش كويس قوي في اول 6 اسابيع او 7 اسابيع، فانا كنت ابتديت اركز في حاجات ثانيه بقى. الحاجات الثانيه دي الميديكال، ازاي تجيب ميديكال كويس من بره. احنا عملنا عمليتين صليبي في الجونه، جبنا الدكتور اللي عمل لحسام قبل كده والعماد. فانت بتنشط الصحه العلاجيه، وازاي انت بتوقف الناس على رجليها فيزيكلي برضه، لان دي حاجات ناقصه عندنا احنا في مصر. لازم الانفستمنت او الاستثمار يكون في حاجات ثانيه غير الملعب، غير اللعيبه. هو ده اللي احنا بنحاول نضيف نادي الجون. عشان كده انا زعلان ان احنا كنا لازم كل يعني كانت اللعيبه او احنا لازم نمشي كلنا في خط واحد. احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل دفعه كده للفرقه تدعيمات في يناير عشان نعرف نوصل للحته اللي احنا عايزينها ونكمل المشروع بتاعنا اللي هو المفروض مبني على 3 سنين. ربنا يكرم ان شاء الله، وحسام اكيد اضافه كبيره. طبعا انا كنت لسه اسالك، طمنا عليه. كويس مبسوط. ابتدى شغله من امبارح وربنا يكرمه ان شاء الله. اعتقد ان هو يعني حاجه هتبقى يعني اضافه كبيره جدا جدا. بعض الناس نادر كلمت وكتبت ان نادر شوقي جدع مع زمايله، لكن اسمه حسام غالي هو كفيل ان هو يكون موجود في اي حته موجود فيها.
لا مش جدع، يعني جدع من زمان الواحد ده غير كفء مش بقى جدع معايا بالظبط، ده اللي انا، جدع ده اللي معايا انا بتكلم فيه، ان انا، ان انا ضد هذه المقوله. حسام غالي اسمه كبير جدا على ان هو يكون موجود في اي نادي انا شرف بامكانياته ليا ان وبقدراته. انا بتعامل مع مظبوط انا شرف ليا ان انا حسام غالي الاكونت بتاعي او اللعيب من اللعيبه اللي انا اشتغلت معاهم، فده شرف ليا انا، وكون ان هو موجود ده ملوش دعوه بان هو صح صح ولا مش صح، مظبوط ده راجل، راجل شخصيه قياديه معروف هو جاي الجونه يعمل ايه، صح وانا محظوظ الصراحه ان هو يكون في الوقت ده قابل بالوفاضي، يعني ده رزق جاي لنا يعني، فالحمد لله مش هزعل يعني خالص، لكن انا جدع مش جدع، لا طبعا الكلام ده ملوش دعوه بالشغل خالص، مين طب انا جدع هقول مع لك، طب انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، انت حاولت تجيبه قبل الموسم لكن الموضوع ما مشيش صح؟ صح طبعا طبعا صح طبعا صح لكن وجوده في النادي الاهلي طبعا هو ده كان السبب في انه يأجل المفاوضات شويه او يرفض المفاوضات. مين ده؟ حسام في بدايه الموسم لما كنت بتتكلم معاه اجل كنت طبعا بتحاول. طبعا اه طبعا. طبعا 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 لا انت خدت شويه وقت، عقبالنا خدت شويه وقت شويه وقت طبعا انت من الوقت الحالي الشخصيات القليله اللي موجوده في الوسط الرياضي، عقليه محترمه تستحق كل التقدير والاحترام، سواء في وجودك مع تجربتك مع نادي الجونه او كونك كوكيل اعمال اللاعب رمضان صبحي. نادر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وانك استحملتنا في الاسئله الكتيره اللي احنا قلناها لك دي كلها. طيب كان معانا نادر شوقي وكيل اللاعبين ووكيل اعمال اللاعب رمضان صبحي علشان يؤكد رسميا ازاي رمضان انتقل من هادرسفيلد الى النادي الاهلي وازاي الصفقه تمت، لكن هو اكد ان في بعض الصعوبات اللي كانت بتواجه الطرفين سواء رمضان صبحي او هادرسفيلد، وان شاء الله رمضان يؤدي بشكل جيد. واتكلم في ثلاث نقط مهمين جدا هقولهم تاني. اولا استفاده رمضان صبحي من ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي لسببين، اول سبب الفوز ببطوله الدوري العام، ايضا الفوز ببطوله دوري الابطال اللي هتنتهي ان شاء الله بنهايه الاعاره. ولو حب، ولو حب طرف من الاطراف سواء النادي الاهلي او رمضان صبحي ان هو يمدد الاعاره لمده موسم اضافي، فدي هتكون ان شاء الله حاجه سهله ما فيهاش اي مشاكل. موضوع هادرسفيلد لو نزل درجه ثانيه ايه موقف رمضان؟ ده نادر قال انه موضوع سابق لاوانه. واخيرا وجود رمضان صبحي مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه وحجز مكانه كلاعب اساسي في البطوله، ده هيساعد نادي هادرسفيلد ايضا بالاستفاده من اللاعب في الخبرات اللي هيتعرض ليها خلال الست شهور الجايه، او كمان القيمه الماليه للاعب ان هي هترتفع لو حب النادي بعد كده يبيعه سواء للنادي الاهلي او لاي نادي في اوروبا.